بعد مرور 90 يوما على الحراك الشعبي في لبنان، يعود المتظاهرون اللبنانيون من جديد إلى ساحات التظاهر بعد فشل حكومة حسان دياب وتباطؤها في إدراك الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان، وذلك منذ تكليفه بمنصب رئيس الوزراء. هو ما أشعل الاحتقان بين المتظاهرين ودفعهم للعودة إلى ساحة التظاهر والحشد إلى أسبوع الغضب لرفض تأخر التشكيل الحكومي حتى الآن، والمطالبة بحكومة مستقلة بعيدة عن الصراع الحزبي الذي أدخل لبنان في أزمات متتالية، وذلك نتيجة للصراع على المناصب وعدم توافق الكتل السياسية على إتمام اختيار الحقائب الوزارية. دشن عدد كبير من المتظاهرين هاشتاج أسبوع الغضب، رافعين شعار ما وصفوه بأنه النداء الأخير لقرع طمول الثورة في كل مدن لبنان. وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسة ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلقوا طرقا رئيسة في الجنوب والشرق والشمال، وقطعوا معظم الطرق الداخلية الفرعية والرئيسية في المدينة. وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال كلمته أمام أعضاء السلك الدبلوماسي إن العالم يحتاج إلى صانع سلام منفتحين على الحوار. لقد تضافرت عوامل عدة داخلية وخارجية لتنتج أسوأ الأزمات في لبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي. وأوضح أن أهم العوامل الخارجية كانت الأزمات. هذا وقد بدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 من أكتوبر وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.